بنكمل مع حضراتكم الاحتفال بيوم المرأة العالمي، ومعانا بطلة رياضية هي نموذج للتحدي والإرادة، وقدرت إنها تحفر اسمها عالميا في رياضة المصارعة. احنا بنتكلم عن سمر حمزة، بطلة المصارعة اللي تصدرت التصنيف العالمي لأول مرة في سبتمبر اللي فات، بعد ما توجت بالميدالية الفضية في نهائي منافسات بطولة العالم اللي أقيمت بصربيا. خلونا نرحب ببطلتنا سمر حمزة. صباح الخير يا كابتن سمر. صباح الخير عليكي، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله والله بخير، كله تمام. يعني خليني اسالك بس الاول قبل ما ندخل في التفاصيل، ازاي انت كبطله مصريه شايفه اهتمام الدوله المصريه بالمراه المصريه وخاصه في مجال الرياضه؟ والله في اهتمام مش طبيعي، وبالذات في الالعاب الفرديه. طبعا في طفرات كتير في البنات، عاملين نتائج كويسه، وشايفه ان الناس كلها بدات تبص للنتائج دي بشكل يعني بشكل اكبر او من بعيد اكتر، وبدا في ناس كتير قوي بتتدخل ان هي تقدر تساعد الناس دي وتقدر تقدم لهم اكبر دعم، حتى يعني يوصلوا للهدف يعني عالمي او اولمبياد. وده بقاله يعني في السنين الاخيره بدا التطور بيبان والنتائج بتبان اكتر، يعني حتى يعني احنا في المصارعه بقينا ابطال عالم واولمبيين، ده نتيجة اهتمام ونتيجة ترتيب للنتيجة دي، يعني ما جاتش كده. طيب كابتن سمر، فأنا شايفة ان في فرق يعني كبير. طب حلو جدا، كلمينا بقى عن احساسك انك اول لاعبة مصرية تصل الى نهائي بطولة العالم للمصارعة. والله انا دايما وانا بتمرن بحط هدف قدامي ان انا لازم اكون يعني مش زي حد، او ان انا لازم اكون فرقة عن حد. لما جبت اول ميدالية في بطولة العالم السنة اللي قبل اللي فاتت، كنت اول بنت، برضو اول بنت من 15 سنه تجيب ميداليه، مش في البنات، في الولاد كمان. ما كانش في نتائج من 2006 لغايه 2021، فدايما بدور ان انا اكون مميزه، يعني اللي هو الناجح مميز في وسط الناجحين، ده حطاه قدامي. وصممت السنه اللي هي اللي فاتت ان انا يعني اوصل برضو نهائي بطوله عالم، والحمد لله يعني وصلت نهائي بطولة عالم كبار، ودي برضو ان انا اجيب ميداليتين ورا بعض في بطولة عالم، دي برضو حاجة مش قليلة في اللعبة عندنا اكيد، وبالذات في المستوى الكبير. وبعدين الحمد لله يعني كنت اول بنت واول لاعبة في المصارعة في تاريخ المصارعة تصدر تصنيف عالمي وتحافظ عليه لغاية دلوقتي، يعني انا الحمد لله السنة دي كمان التصنيف بتاعي اول على العالم برضو، الحمد لله. يعني فخورين بيكي جدا يا سمر، بس اكيد انت عشان توصلي لده واجهتي صعوبات كتيره جدا. ايه هي الصعوبات اللي واجهتك وازاي قدرتي تتغلبي عليها، خصوصا ان دي رياضه مش سهله، يعني انت نشنتي على المصارعه. والله ان حد يتقبل ان بنت تلعب مصارعه دي صعبه جدا، بس بدا الفكر يتغير بعد النتائج اللي حصلت. زي ما قلت لك لعبه صعبه جدا، مجهودها عالي، محتاجه وقت كبير وتركيز كبير ومجهود مش طبيعي، محتاجه نظام في كل حاجه عشان انا اوصل لهدفي. وبعدين احنا المنافسه في مصر قليله جدا، فانا يعني بضطر اعمل حاجات كتير جدا عشان اقدر ان انا اكسب ماتش في بطوله كبيره شبه بطوله عالم. ففي حاجات كتير وتضحيات كتير وانتقادات كتير بحاول ان انا اتخطاها، ومش شايفه غير هدفي يعني. طب قدرتي تعملي ده لوحدك ولا كان في دعم من اللي حواليكي؟ لا طبعا في دعم من اول البيت لحد يعني الوزاره، طبعا الناس كلها واقفه في ظهري وشايفين فيا ان انا هقدر ان انا احقق نتيجه كويسه، فعشان كده انا يعني انا مستمره. اكيد لو ما فيش دعم وما فيش حد واقف في ظهري انا مش هقدر اعمل كل ده لوحدي. اكيد طبعا. طب كلمينا عن الميداليات اللي حصلتي عليها. والله انا بلعب مصارعه من اخر 2014، من اخر 2014 لغايه دلوقتي باخد اول افريقيا الحمد لله، ودي برضو اول مره تحصل ان حد يجيب كل سنه الحمد لله اول افريقيا. جبت ميداليتين عالم في بطوله عالم كبار، اول بطوله عالم ليا جبت خامس في 2018، جبت 2 برونز في دوره العاب البحر، ودوره العاب افريقيا جبت برونز برضو، غير بطولات التصنيف العالمي يعني مره تاني، مره اول، مره تالت كده يعني. وفي طرق كتير بقى مش عارفه الصراحه ناسيهم. طيب يعني طموحاتك ايه واحلامك ايه يا كابتن سمر؟ يعني عايزه توصلي لايه بعد انت حققتي طبعا حاجات كتيره جدا، بس لا اكيد في حاجات كتير.